بأكد على الناس الانتباه الذاتي والحجر الذاتي. تهدف هذه الحملة إلى رفع نسبة الوعي عند المواطنين للوقاية والتحسب من هذا الوباء الذي يعم العالم اليوم. وندعو جميع المواطنين اللبنانيين إلى الالتزام والتقيد بتعليمات وتوجيهات وزارة الصحة العامة. هاي خطوات يعني من ناشد الأهالي أنه يجاوبوا معنا. أنا بطالب من عشيشتكم أنه البلديات تاخد حقوقها بس هتقدر تساعد المواطنين بهيك ظرف.